تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت أعمال منتدى التعافي الاقتصادي الذي يقام كمبادرة داعمة للتنفيذ لرؤى جلالة الملك المعظم التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء المنتدى بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبدعم من بنك البحرين الوطني وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وخلال كلمة الافتتاح أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى إيجاد توافقات ساهمت في تعزيز الوضع المالي والتقليل من آثار جائحة كورونا على المواطنين والشركات التجارية والحفاظ على المكتسبات المعيشية. ولفت معاليه إلى أن منتدى التعافي الاقتصادي يمثل أحد مظاهر التعاون المستمر القائم بين السلطتين. من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الكلمة الرئيسية بالمنتدى أكد أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي مملكة البحرين تمكنت بفضل دعم جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة وبإرادة وعزيمة فريق البحرين ومنذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها الخطة. وأشار معالي إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجا متكاملا، تم الانتهاء من 16 برنامج من أصل 27 برنامج تضمنته الخطة، وأن العمل جار على تنفيذ 11 برنامج خلال الفترة القادمة. كما أكد معاليه على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي. وقد تضمن المنتدى مناقشة وبحث 4 محاور رئيسية والتي تضمنها المنتدى بناء على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي. وقد شملت توصيات المنتدى مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات وإدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة تمهيدا للأخذ بها في برنامج الحكومة. إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم للمشاركة في هذا المنتدى القيم في موضوعه ومضمونه الاقتصادي والمالي، والذي يمثل أحد مظاهر التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو استمرار وامتداد لمسيرة التعاون البناء والمثمر بين السلطتين. بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والظروف الاستثنائية غير المسبوقة على المستوى العالمي، إلا أن الحكومة الموقرة في البحرين قد تمكنت بالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى توافقات ساهمت في تعزيز الوضع المالي والتقليل من آثار جائحة كورونا على المواطنين والشركات التجارية والحفاظ على المكتسبات المعيشية وخصوصا للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرين إلى أن تبادل وجهة النظر لوضع الحلول والاقتراحات بين ممثل الشعب والسادة المسؤولين، لا سيما في مواجهة التحديات أمام الاقتصاد الوطني، قد أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج البناءة والإنجازات المشرفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.